بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج علوم سنة 5 ابتدائي الترم الاول، المنهج الجديد، ماشي كده، الفصل الدراسي الاول. وهنكمل مع بعض. احنا كنا وصلنا مع بعض عند المفهوم الثالث، هنشتغل من نسخة 2023، يعني اللي معاه النسخة بتاعت 2023 يقدر يتابع معايا. هنفتح مع بعض عشان ما نطولش، يا سنة 5. الكتاب صفحة 108، اللي هو المفهوم الثالث عندنا، اللي هو بعنوان التغيرات في الشبكات الغذائية. التغيرات في الشبكات الايه؟ الغذائية. تمام يا مصر. طيب يلا كده نبدأ على طول عشان ما نطولش وقت الفيديو. يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك هل تستطيع الشرح؟ ده طبعا الدرس الاولاني عندنا هنبدأ بيه هو. يجي يقول لك لقد قام الانسان بالكثير من التطور الصناعي والتكنولوجي وبناء المدن. يبقى الانسان قام بالكثير من ايه؟ قام بالكثير من التطورات، زي تطور ايه؟ زي تطور صناعي، وقام بالتطور الايه كمان؟ بالتطور التكنولوجي. وبناء المدن، بدأ يبني مدن جديدة. جميل يا مصر. قالك وعلى الرغم من ذلك فإن له دور كبير في تدهور النظام البيئي وتلوثه. تخيل، بالرغم من إن الإنسان طور نفسه صناعيا وطور نفسه تكنولوجيا وبنى مدن جديدة، قالك إلا إنه له دور كبير في إن النظام البيئي ده هي تدهور النظام الإيه؟ البيئي. وكمان إيه؟ قالك وكمان تلوثه. طب بص معايا كده على الصورة دي، ده كده صورة نهر جاف. صورة نهر ايه؟ جاف، ناشف، يعني المية نشفت من النهر اللي قدامنا ده. طيب بيقول لك ايه؟ انظر الى صورة النهر الجاف السابقة، هل هذا نظام بيئي صحي؟ اللي قدامك ده كده شكل نظام بيئي صحي؟ اكيد طبعا، من قبل ما نكمل اكيد لا يا مصدر. يبقى اذا بعد دراستك للنظام البيئي والشبكة الغذائية في المفهوم السابق، المفهوم السابق بقى اللي ما ذاكروش يقدر يرجع يذاكره الاول ويجي يكمل معانا عشان يفهم المفهوم ده. فكر في سبب جفاف النهر. طب ايه السبب اللي خلى النهر ده المياه بتاعته تنشف زي ما احنا شايفين كده؟ طبعا اكيد السبب يا مستر هو الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، ان الجو حر جدا، فالحر الشديد بخرت المياه فالنهر جف بالشكل اللي احنا شايفينه كده ونشف. اي انه حدث تغير في المناخ. يبقى التغير اللي في المناخ ده هو ده كان سبب التغير في المناخ ده، ادى الى ايه؟ ادى للارتفاع الشديد في درجة الحرارة، فادى الى ان النهر ده جف او نشف. طب يجي يقول لك بعد كده ما اثر تغير البيئة او احد الكائنات الحية على الشبكة الغذائية في النظام البيئي؟ ايه اثر تغير البيئة او احد الكائنات الحية اللي موجودين على شبكة غذائية؟ طب تتأثر كل الكائنات الحية، فمثلا رقم واحد، اذا اختفت الكائنات المنتجة من بيئة ما، لو الكائنات المنتجة اختفت ايه اللي هيحصل؟ قالك ستنتقل الكائنات المستهلكة الى بيئة اخرى. يبقى الكائن المستهلك اللي كان بياكل الكائن المنتج ده هيتنقل لبيئة اخرى. واحنا قلنا الكائنات المنتجة عندي زي مين؟ زي النباتات، زي الطحالب وغيرها والحشائش. الطحالب في المية، اما النباتات والحشائش على اليابسة او على الارض. يبقى هنا ستنتقل الكائنات المستهلكة الى بيئة اخرى، هتجري بقى تروح تبحث عن مكان تاني بحثا عن الغذاء اللي في الحالة دي بقى هتهاجر. طب او لو دنتها في مكانها، قالك في الحالة دي بقى هتموت، يبقى قد تموت ايه؟ جوعا، خلاص، لانها مش هتلاقي نبات تاني تاكله. طب رقم اتنين، اذا زاد عدد نوع واحد من الكائنات الحية زيادة اكثر من اللازم. طب لو في نوع من انواع الكائنات بقى عدده زاد او يا مستر زيادة عن اللزوم، لو عدده زاد زيادة عن الايه؟ عن اللزوم، ايه اللي يحصل؟ قالك فان الموارد التي يتغذى عليها ستختفي. ليه؟ يعني مثلا لو افترضنا ان انا عندي مثلا حديقة، الحديقة دي فيها 10 ارانب مثلا. الارنب دي انا متعود ان هي فيها حتة مزروعة كده خلاص كده، وهم العشرة دول يا دوبك بتكفيهم الحتة اللي انا محوطها بالسور دي، اللي هي الحتة المزروعة دي، تمام. فهم خلاص ال10 ارانب بيكفيهم المساحة دي من الارض اللي انا حابسهم فيها دي. طب الارنب دي بعد شوية تكسرت وانتجت ارانب اخرى، فبقى بدل ما كانوا 10 بقوا 20 و30 و40 و50. هل العدد بتاعهم لما زاد هل نفس كمية الطعام دي هتكفيهم؟ لا، اكيد لا يا مصر. يعني بالظبط لما تجيب مثلا رغيفين وتقسمهم على نفرين هتكفيهم؟ كل واحد هياخد رغيف. طب لو انت جبت الرغيفين دول والنفرين دول بأربعة،
ماشي، بالعافية كده ممكن تقسم كل رغيف نصين ولا حاجة وتديهم. طب الأربعة دول بقوا 8، طب التمانية دول بقوا 16. طب قيس كده، هل الرغيفين هيدنهم يكفوهم ويشبعوهم؟ لا، قالك يبقى كل ما العدد زاد بتاع الكائنات ده بيؤدي لاختفاء الموارد. اختفاء ايه الموارد؟ هيقضوا على الطعام خالص. هيقضوا على ايه؟ على الطعام. يبقى اذا اذا زاد عدد نوع واحد من الكائنات الحية زيادة اكثر من اللازم، فان الموارد التي يتغذى عليها ستختفي. ليه؟ لانه هينسفوها، هياكلوها كلها. طيب يلا كده بينا نبدأ بقى في المفهوم بتاعنا. على كده يجي يقول لك حماية الأنظمة البيئية. حماية الأنظمة الإيه؟ البيئية. بص على الصورة دي كده نظام بيئي قدامي أهو. بيقول لك تؤثر أنشطة الإنسان المتنوعة على البيئات البحرية. يبقى أنشطة الإنسان بتأثر كمان مش بس عليها بس، لا كمان على البيئة الهين البحرية، على البحار وغيرها. من خلال إيه؟ قال لك من خلال حاجة اسمها الصيد الجائر. الصيد الجائر ده إن هو مثلا يصطاد، يطلع مثلا يمسك بندقية صيد، تدي لو في اليابس، ويقعد يقتل في أي حيوانات كده وخلاص ويسيبها ويمشي. قال لك ما ده صيد جائر. يبقى هو صيد الحيوانات بطريقة عشوائية غير قانونية بشكل يعرضها للانقراض. ده اسمه الصيد الجائر. طب قال لك وتلوث المحيطات، وتلوث الايه كمان؟ المحيطات، والعديد من التأثيرات الأخرى. سندرس ماذا حدث في جزيرة بالاو كمثال حتى نستطيع. بقى الجزيرة عندي اسمها جزيرة بالاو، اللي قدامي دي صورة جزيرة بالاو، حتى نستطيع حماية البيئة المائية من التلوث ومن أنشطة الإنسان المختلف. تعالى كده يلا نبص على جزيرة بالاو قدامنا اهي. الجزيرة هي قال لك حتة أرض، حتة يابسة بتحوط بها المية من جميع الاتجاهات، بتحوط بها المية من جميع الإيه؟ الاتجاهات، تمام؟ طيب دي كده الجزيرة. طب كيف تستطيع جزيرة بالاو حماية نظامها البيئي؟ تستخدم جزيرة بالاو برامج الحفاظ على البيئة المتنوعة لحماية بيئتها البحرية ومواردها. في أي جزيرة من المستحيل أن تفصل بين ما يحدث من أنشطة بشرية على اليابس والبيئة البحرية. والبيئة الايه؟ البحرية. يبقى ما تقدرش تفصل الأنشطة البشرية اللي بتحصل دي سواء كانت على اليابس أو على البيئة الايه؟ البحرية. لماذا؟ هتقول له لأن الجزيرة قطعة من اليابس يحيط بها الماء، لأن الجزيرة دي قطعة من اليابس بيحيط بها الايه؟ الماء. لذلك إذا حدث تلوث في اليابس يؤثر على الماء. يبقى إذا لو اليابس تلوث ده يأثر على المية؟ أيوة نعم. لما يجيبوا لك يقول لك هل يؤثر تلوث اليابس على الماء؟ أيوة نعم يا مستر، بيأثر على المية. والعكس صحيح. طب لو المية اللي اتلوثت؟ قال لك برضه هتأثر على اليابس. خلاص، يبقى اليابس لو اتلوث يأثر على المية، ولو المية اتلوثت تأثر على اليابس. طيب لذلك يجب على جزيرة بالاو أن تنظم الأنشطة البرية، تنظم الأنشطة الهين البرية. لماذا؟ هنقول له حتى تتحكم في جودة البيئة البحرية وتضمن عدم تلوث. يبقى ليه جزيرة بالاو بتنظم أنشطة برية؟ هنقول له حتى تتحكم في جودة البيئة البحرية وتضمن عدم تلوثها، وتضمن عدم إيه؟ تلوثها. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك تحتاج جزيرة بالاو إلى إنشاء محميات بحرية. تنشئ محميات إيه؟ بحرية جيدة. جيدة التصميم لحماية مياهها. أحد أطراف إنشاء هذه المحميات هو العمل مع الصيادين. إن إحنا بيشتغلوا مع مين؟ مع الصيادين، للتأكد من عدم قيامهم بالصيد الجائر، عشان يتأكد إن الصياد ده ما بيعملش عملية صيد جائر في مناطق الشعاب المرجانية. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي ما الذي تعرفه؟ ما الذي تعرفه عن كيفية تغير شبكات الغذاء؟ بيقول لك احيانا يتغير النظام البيئي، ولكن هل هذا يعني ان الشبكات الغذائيه تتغير؟ هو النظام البيئي بيتغير احيانا، بس ده معناه ان طالما النظام البيئي اتغير يبقى الشبكه الغذائيه كمان هتتغير؟ قال لك ان التفاعلات بين الكائنات الحيه كثيره ومعقده، ومنها يتنبأ العلماء بتأثير التغيرات التي تحدث في الشبكه الغذائيه. تلعب العلاقات بين الكائنات الحية دورا مهما في توازن النظام الايه؟ البيئي. يبقى العلاقات ده اللي بين الكائنات لها دور مهم فين؟ هتقول له في توازن النظام البيئي، ان هي تخلي النظام البيئي ده متزن. فإذا اختفت كائنات حية أو تغير دورها في المجتمع، فإنه يمكن أن ينهار النظام البيئي، بيؤدي ذلك إلى انهيار النظام الايه؟ البيئي. يبقى لو أحد الكائنات دي اختفت، أو الدور اللي كانت بتقوم بيه خلاص اختفى او اتغير، قال لك ده يؤدي الى انهيار النظام الايه؟ البيئي، تمام. طب يجي يقول لك ماذا يحدث اذا حدث تغير في النظام البيئي او في الشبكات الغذائيه على الكائنات الحيه؟ لو حصل تغير في النظام البيئي او في شبكه الغذاء، ده ياثر في ايه على الكائنات الحيه؟ تعالى كده ناخد امثله.
هناخد آثار بعض التغيرات على الكائنات الحية. إذا سقطت أمطار خفيفة في الصحراء، تعالى كده ناخد كمثال مثلا الصورة اللي قدامنا دي، الصحراء اهي، ده نظام بيئي صحراء. يقول لك إيه اللي يحصل لو سقطت أمطار خفيفة في الصحراء؟ أمطار خفيفة بس؟ أه، قال لك النظام البيئي الصحراوي قد يتحسن، يبقى في الحالة دي النظام هيتحسن. ليه؟ لأن الأمطار ستروي النباتات، النباتات هتشرب من الأمطار دي، والنباتات دي من اللي هيجي ياكلها بعد كده؟ قال لك تتغذى عليها الكائنات المستهلكة، بتتغذى عليها الكائنات الإيه؟ المستهلكة. يبقى إذا لو أمطار خفيفة في الحالة ديت هيتحسن النظام الصحراوي أو البيئة الصحراوي. ليه؟ لأن الأمطار دي هتروي النباتات، لما تروي النباتات هيجي يتغذى عليها الكائنات المستهلكة.